السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي مع درس جديد من دروس اللغة العربية. والدرس بتاعنا في المحور الثالث مجتمعي، الموضوع الأول السوق المصري. والنهاردة هنتعرف يا أولاد على كتابة غلاف منتج. تعالى كده نشوف المكونات بتاعته. هاي بيقول لي كتابة غلاف منتج، هو نوع من الكتابة بيتضمن معلومات بتكتب على غلاف المنتج، ويعد تصميم غلاف المنتج من أهم مراحل التسويق لجذب المشترين. وطبعا يا أولاد غلاف المنتج هو العبوة الخارجية التي يوضح فيها المنتج ويدون عليها بعض المعلومات الهامة زي ما قلنا التي تتعلق بالمنتج الموضوع داخل هذه العبوة، وطبعا له بعض العلامات أو بعض العناصر لابد أن تتوافر في هذا الغلاف. تعالى نتعرف على عناصر كتابة غلاف منتج. أول حاجة اسم المنتج اللي أنا هتكلم عنه أو أعمل له عن غلاف، كمان محتويات المنتج، تعليمات مهمة زي طريقة الحفظ وطريقة التشغيل، بلد الصنع زي ما يكون بنقول مثلا صنع في مصر صنع في اليابان وهكذا، طريقة تحضير المنتج إذا كان من المنتجات الغذائية أو كذلك، وكمان تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء ومدة الضمان. طيب تعالى كده نطبق الكلام ده يا ولاد على بعض المنتجات. بيقول لي اقرأ غلاف المنتج التالي ثم حلله إلى عناصره وعطيني صورة خلاط كهربائي متعدد الاستخدام. هيبتدي يقول لي كده المحتويات. محتويات المنتج هو وعاء ساعتي لتران، شفرة قابلة للفك، قاعدة كهربائية، وكمان في دليل استخدام مفصل. بيقول الأولاد في تعليمات هامة، وقلنا دي من أحد العناصر، يوصي بعدم استخدام الأطعمة الصلبة حتى لا تتعرض الشفرات وموتور الخلاط للتلف. طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال، تأكد من أن الشفرة مثبتة جيدا في القاعدة. طبعا بيوريني أن أنا أستخدم هذا الخلاط إزاي، يعني الخلاط قابل للاستخدام. قطع الأطعمة إلى قطع صغيرة للحفاظ يعني على جودة وسلامة هذا المنتج. أضف القليل من السوائل لتسهيل عملية الخلط، كمان اضغط على زر التشغيل، دي آخر بقى مرحلة. بيقول لي طبعا المنتج صنع في مصر وتاريخ الإنتاج 2023 والضمان 3 سنوات. تعالى يا ولاد نحلل كده النص أو المنتج اللي احنا شفناه الغلاف بتاعه. قال لي اسم المنتج زي ما احنا لسه قايلين. جميل. خلاط كهربائي متعدد الاستخدام. جميل. محتويات المنتج قلنا المنتج بيحتوي على وعاء ساعتي لتران، شفرة قابلة للفك، وكمان قاعدة كهربائية، دليل الاستخدام كمان مفصل. ده اللي بيبقى موجود داخل العلبة أو داخل المنتج. بيقول لي تعليمات مهمة بالنسبة لاستخدام هذا المنتج، عدم استخدام الأطعمة الصلبة، تنظيف الخلاط جيدا بعد الاستخدام. بلد الصنع. صنع في مصر. طريقة الاستعمال. تأكد أن الشفرة مثبتة جيدا في قاعدة، الخلاط قابل للاستخدام. قطع الأطعمة إلى قطع صغيرة، أضف القليل من السوائل لتسهيل عملية الخلط، اضغط على زر التشغيل. قلنا طبعا تاريخ الانتاج سنة 2023 وفترة الضمان 3 سنوات. تعالوا يا أولاد هنتعرف على نوع جديد من أنواع الكتابات، كتابة رسالة بريد إلكتروني رسمية. بيقول لي طبعا هي رسالة ترسل لجهة رسمية ولكن لا ترسل بالطريقة التقليدية ويتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني. يعني نتعرف كده على رسالة البريد الإلكتروني الرسمية. يبقى هنقول تاني، رسالة البريد الإلكتروني الرسمية هي رسالة بترسل عبر الإنترنت وتوجه لمؤسسات أو شركات لتعرض مشروعا أو فكرة أو معلومة، وتقدم طلبا واضحا ومحددا. جميل. بيقول يا اولاد برضو هنا عناصر الرسالة الإلكترونية. يبقى احنا عارفين كده ان المقرر علينا في الترم ده لازم اميز بين عناصر كل سواء الإعلان او المقال او الإعلان عن المنتج او الرسالة الإلكترونية. عندنا من عناصر الرسالة الإلكترونية اول حاجة العنوان، تاني حاجة الترحيب اللي هي جملة بقى الافتتاحية او الترحيب بالمرسل، فكرة المشروع، كمان هدف الرسالة، أنا بكتب الرسالة ليه، والطلب، وأخيرا النهاية أو الختام. جميل. بيقول يا أولاد طبعا بنبتدي نكتب الموضوع أو الرسالة بتاعتي. بيقول لي طبعا بيكون من اللي هو الجميل بتاع الشخص للجميل بتاع الشخص المرسل إليه.
الموضوع تأجير المكتبة لعمل ورشة القراءة. هنا السيدة الفاضلة نانسي، تحية طيبة. وبعد أعرفكم بنفسي، أنا لوجين، صاحبة مبادرة القراءة حياة، وهي مبادرة لتشجيع الأطفال على القراءة والاطلاع. تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الأطفال من خلال عمل ورشة قراءة مصاحبة لها أعمال يدوية وفنية وتمثيل أدوار، وهي مبادرة تطوعية مجانية. دي طبعا الرسالة يا ولاد الإيه المرسلة. ونظرا لسمعتكم الطيبة في مجال الثقافة، كونكم مكتبة كبيرة وعريقة ومن أقدم مكتبات المنطقة وأوسعها انتشارا، فكنت أطمح أن نتعاون معا من أجل تنمية مهارة القراءة لدى أطفالنا. لذا فإنني أطلب من حضراتكم تحديد موعد لمناقشة إمكانية تأجير المكتبة لمدة ساعتين أسبوعيا، ونشكركم على المساعدة ونتمنى لكم دوام التوفيق. كده خلصت الرسالة أولاد الإلكترونية اللي هي عن طريق البريد. وتعالى نتعرف بقى على نحلل عناصرها. تحليل النص فيه بقى رسالة إلى عناصر. أول حاجة زي ما احنا عرفنا كده وقالينا من خلال الرسالة العنوان، وهو تأجير المكتبة العمل وورشة القراءة. تاني عنصر الترحيب، اللي هو الجملة الترحيبية، تحية طيبة وبعد. ثم التعريف، أعرفكم بنفسي اللي هي صاحبة بقى رسالة، أنا لوجين، صاحبة مبادرة القراءة حياة، وهي مبادرة لتشجيع الأطفال على القراءة والاطلاع. أيضا فكرة المشروع، هي عايزة المكتبة ليه أو هي هتعمل إيه؟ تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الأطفال من خلال عمل ورش قراءة مصاحبة لها أعمال يدوية وفنية وتمثيل أدوار، وهي مبادرة تطوعية مجانية. استكمل الأولاد باقي عناصر الرسالة. الهدف من الرسالة بيقولي، ونظرا لسمعتكم الطيبة في مجال الثقافة، كونكم مكتبة كبيرة وعريقة ومن أقدم مكتبات المنطقة وأوسعها انتشارا، فكنت أطمح أن نتعاون معا من أجل تنمية مهارة القراءة لدى أطفالنا. العنصر اللي بعد كده الطلب. طلبت إيه يا أولاد؟ أطلب من حضراتكم تحديد موعد لمناقشة إمكانية تأجير المكتبة لمدة ساعتين أسبوعيا. الختام، وده آخر حاجة في الرسالة، نشكركم على المساعدة ونتمنى لكم دوام التوفيق. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا، على وعد بلقاء آخر في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.